الروسي، لعب 7 مباريات فقط منذ 2010. المنتخب التونسي يقدر أن يفاجأ هذا الدفاع الجزائري وحارسه اللي غايب عليه عديد المباريات الرسمية. المنتخب التونسي مشاهدينا الكرام اللي عنده بطولة افريقيا 2004 ننسى في الوديات 4 مباريات بدون نجاحات، لكن هذه المرة المعز بن شريفية في الحراسة التونسية حارس الترجي بعد إصابة كذلك للحارس الدولي كابتن المنتخب أيمن المسلوثي. إذا أمامنا الحكم الغامبي كسما بابا باكاري. هي لحظات مشاهدينا الكرام نعدل الاوتار مع بعض قبل ضربه بدايه هذا المشوار الكبير للكره المغاربيه من اخطر مباريات القمه الافريقيه، الجزائر تونس على الاراضي الجنوب افريقيه. الاخضر الجزائري على اليمين وابيض السلام التونسي على اليمين، وهذه الكره وين في التماس. بلال العيفة مدافع النادي الافريقي يمين الدفاع 22 عام 184 مباراة مع النادي الافريقي 3 اهداف. يخير المدرب سامي طرابلسي استعماله على اليمين في الدفاع على حساب انيس المصعيدي ووليد الهجري الى جانب ايمن عبد النور في محور دفاع نصر قرطاج. كرة سريعة جزائرية لكن التدخل كان من فؤاد كدير، لكن كورته بعيدة من تحتها. وامامنا فؤاد كدير لاعب اولمبيك مارسيليا 29 عام 11 لاعب جزائري لاول مرة في نهائيات كأس افريقيا للامم. نعم التشكيلة الجزائرية ولا لاعب شارك قبل هذا الموعد في نهائيات كأس افريقيا للامم، يعني ربما عامل الخبرة يلعب لصالح المنتخب الوطني التونسي. كرة طويلة من شادي الأمامي باتجاه للصبر خليفة، تدخل دفاعي من كارل ميدجاني أو من سعيد بالكلام مدافع شبيبة القبائل وسامي طرابلسي المدرب والناخب الوطني. 26 مباراة عند سامي طرابلسي كمدرب للفريق الأول، 11 انتصار 7 هزائم و8 تعادلات، مسيرة إيجابية إلى حد الآن لسامي طرابلسي. بلال العيفة كرة سريعة للمنتخب التونسي لكن التماس للمنتخب الجزائري. المنتخب التونسي اللي نعرفه انه نظم بطولة افريقيا للامم سنة 2004 تمكن من احراز اللقب بعد انتصار تاريخي في الدور النهائي على اسود الاطلس المنتخب المغربي بهدفين لهدف فرانسيري دو سانتو سيلفا وزياد الجزيري للمنتخب التونسي، يوسف المختاري للمنتخب المغربي. لو نرجع للتشكيلة بتاع 2004 علي بومنيجل، حاتم طرابلسي، كريم حكي، راضي جعايدي، جوزي كلايتون، رياض المعزيزي. وهذه كرة لكن الحارس رئيس مبولحة يلعب دور الليبيرو، يقطع الكرة أمام صابر خليفة. بداية ممتازة للمنتخب التونسي، واقف كما يلزم في وسط الميدان، نغمة الاحتكام على المباراة مفتاح النجاح بكل تأكيد. إن شاء الله زينة، إن شاء الله زينة الليلة بإيقاعات لينوسور قرطاج في هذا المشوار الأول في كأس إفريقيا 29 بجنوب افريقيا. ترجع كرة للدفاع، صعب صعب التكهن في مثل هذه اللقاءات الكبيرة المغاربية، ديربي بكل ما في الكلمة من معنى بين تونس والجزائر، حكايات طويلة، روايات مثيرة وكثيرة. قلنا في وسط ميدان 2004 رياض البوعزيزي، مهدي النفطي، عادل الشاتلي، سليم بن عاشور، مهاجمين اثنين زياد الجزيري وفرانسيلي دو سانتو سيلفا بروجي لومير ونبيل معلول. ترجع الكرة لدفاع المنتخب الجزائري، سعيد بالكلام وكارل مجاني في محور الدفاع، مهدي الاحسان نجم نادي ختافي الاسباني بكرة يسارية متابعة من بلال العيفة اللي خلي الكرة وراه، خطورة قادمة على الدفاع وضربة مخالفة، الحكم يتم اللعب ويقول لصالح المنتخب التونسي. إذا التدخل الأخير أمامنا. تعود الكرة للمنتخب التونسي. حوارات منتظرة صعبة بين الفريقين، جمال مصباح لاعب الميلان كان آخر من حاول المواجهات الهجومية. تدرج سليم بالكرة من جانب المنتخب التونسي لكن ضغط عالي من جميع اللاعبين الجزائريين. أيمن عبد النور يتدخل لكن الكرة خاطئة، يستفيد منها المنتخب التونسي بمساعدة الحكم كسامة. وضربة مخالفة لنصر قرطاج، صابر خليفة، عصام جمعة، يوسف المساكني، ثلاثي هجوم ناري ناري في هذه المباراة.
عصام جمعة الهداف التاريخي للمنتخب التونسي، أفضل هداف في تاريخ المنتخب، خامس دورة نهائية لكأس أفريقيا للأمم. كرة سريعة لا تصل ليوسف المزاكي، يسترجع وسط الميدان الجزائري، متابعة والتغطية من وريد الهجري بخبرة السنين في الويفا في الكأس الأفريقية للشامبيونز ليج. التماس يبقى للمنتخب الجزائري. فؤاد كادير مهاجم أولمبيك مارسيليا على يسار الهجوم الجزائري، سفيان فغولي على اليمين يساعده ياسين كادامورو مدافع ريال سوسيداد الإسباني. محاولة للمرور أمام المتمرس مدافع النادي الإفريقي بلال العيفة، يضع الكرة في التماس. محاولات جزائرية في هذه الأوقات الكروية، خمسة دقائق لعب مشاهدينا متابعينا، التعادل السلبي 0-0 في ملعب بوبا كانغ بيرستنبرغ. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، يوسف المساكلي يراوغ ويمر ويكسب ضربة مخالفة. فنيات فطرية تونسية إفريقية عربية لنجم الكرة التونسية يوسف المساكلي، اللاعب الجديد للأخويا القطري لاعب الترجي، عرف طبعا الانبعاث والوجود في أعرق المدارس التونسية للتكوين، مدرسة الملعب التونسي، المدرسة العريقة والكبيرة اللي عودتنا دائما بإنجاب عديد المواهب التونسية على مر التاريخ. كرة بتدخل الدفاع الجزائري في وسط الميدان، بلال العيفة بجانبه مجدي تراوي وكذلك خالد المولي، وكرة لكن لا تصل لصبر خليفة. ثبات دفاعي لسعيد بالكلام قلب دفاع شبيبة القبائل. ترجع كرة عكسية، منتخب جزائري متحفظ دفاعيا لكن عنده نية مفاجأة هذا المدرب التونسي طبعا سامي ترابلسي، إلى جانب فريد بن بلقاسم وبحضور لعديد الجماهير التونسية والجزائرية. عصام جمعة واضح الإصابة على مستوى الكاحل الأيسر بعد تدخله مع سعيد بالكلام، هو اسمه الحقيقي بالقلم لكن في الكنة في النكة الجزائرية بالكلام، وإن شاء الله الليلة نشاهدوا أجمل الأقدام. هذه إصابة لم تكن في البال لعصام جمعة، نتمناها السلامات سلامات حتى لا تتبعثر ورقات المدرب حاتم ترابلسي في هذه الأوقات. الحكم كاسما ينتظر الأسعافات لإخراج اللاعب عصام جمعة. الحلول ربما موجودة في شخص زهير ذوادي في حالة عدم إكمال عصام جمعة للمباراة. أكيد ينتقل صبر خليفة إلى نقطة الهجوم الأولى في محور الدفاع الجزائري مقابل عودة يوسف المساكني على اليسار وزهير ذوادي على اليمين. إذن الاختيارات كذلك موجودة على الحرباوي أو أمامنا يقوم بالعمليات الإحمائية كثاني ورقة هجومية موجودة في المنتخب التونسي. سرعة العمليات الإحمائية اللي حمدي الحرباوي، اختيارات كبيرة للمدرب سامي ترابلسي على مستوى دكة الاحتياط. ثمانية دقائق لعب، سامي ترابلسي أمامنا ابن الرلوي أو السكك الحديد سفاقسي، انتقل للنادي سفاقسي، لعب مع نادي سفاقسي كلاعب قلب دفاع 270 مباراة، 33 هدف، لعب للريان القطري في موسم 2000-2001. الجماهير الجزائرية في ملعب رويال بافوكاك بمدينة الرستنبرغ، هذه المدينة اللي تبعد 126 كيلومتر عن مدينة جوهانسبرغ. ذكريات كبيرة في جنوب افريقيا، حلقت نسور قرطاج والتهمت كل من اعترض طريقها سنة 96 الى غاية الدور النهائي لما استدمت باصحاب الدار الاولاد البافانا بافانا بمارك فيش وشون بارتلت. ذكريات وردية للفرقة التونسية في الملاعب جنوب افريقيا. كرة جزائرية، مهدي الاحسان يغير المكان على اليسار جمال مصباح لكن يقطع بلال العيفة بامتياز. يوسف المساكني يحاول ينتظر وصول كرة شادي الهمامي ورايع المراوغة وينطلق صابر، صابر خليفة مساندة من يوسف المساكني لكن كرة عالية والتماس يعود للمنتخب الجزائري. الإمكانيات الفردية التونسية عالية ومثالية. أمامنا وحيد هاليلوتسيتش 60 عام للبوسني الفرنسي، مرن عديد الأندية، دينامو زغرب الصربي، اتحاد جدة السعودي، ترابزون سبور التركي، وهذا وليد الهجري بمساعدة من أيمن عبد النور والابتعاد عن المجازفات في هذه الأوقات.
كرة خات أمن عبد النور، إمكانية المراوغة ويبقى التماس للمنتخب الجزائري. فؤاد كادير لاعب أولمبيك مارسيليا، ولا هنالك خوف يعني شرعي مشروع أنه نخاف على ثنائي محور الدفاع وليد الهجري وكذلك أيمن عبد النور. وليد الهجري يعني العام الماضي سامي ترابلسي غير مقتنع به بالمرة، أزاحه عن قائمة المنتخب النهائية من الإمارات قبل الوصول إلى غينيا الاستوائية والجابون، لكن هذا العام يلعب أساسي منذ البداية لجانب أيمن عبد النور في غياب لكريم حاكي. لما يتعلق الأمر طبعا مشاهدينا الكرام بالجزائر وتونس ينسى ما سبق بين العمالقة، واللحظة الحقيقية هي لحظة الميدان وكلمة الأقدام. تغطية دفاعية من سعيد بالكلام، طويلة منه أيمن عبد النور، كرة أولى سفيان فاغول يحاول مهاجم نادي فالنسيا الإسباني استقبال هذه الكرة. واضحة الحسابات بين المدربين، محاولة التحكم في منطقة المناورات، منطقة وسط الميدان. المنتخب التونسي من أكثر المنتخبات الإفريقية مشاهدينا الكرام مشاركات في المونديال، ترجع عكسية دائما لمهدي الأحسان محترف نادي ختافي في الليغا الإسبانية. يمرر الكرة لجمال مصباح بعد اعتزال للنادي بن حاج، يخطف منه الكرة صابر خليفة، مهاجم فيو يحاول المرور، وين الكرة على اليسار ليوسف المساكني. هذه البداية الخطيرة لمنتخب تونس. المساكني كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان. ترجع الكرة للجزائر، لا نريد أن يكون المنتخب التونسي حاير، نريد الثبات في الهجوم والصلابة في الدفاع والحركة النشيطة في وسط الميدان. اليوم يوم الحقيقة، يوم الامتحان، يكرم المرء أو يهان. مباراة أصبحت حاسمة وهامة بعد انتصار المنتخب الكوت ديفوار، والغدار إسلام سليماني، ولكن حارس المهارة وشتارة المعز بن شريفية حارس العرين للكرة التونسية. كرة غدارة من سلام سليماني يفاجئ وليد الهجري، ورأسية بكل المهارة المعز بن شريفية. العيون للمدرب التونسي سامي ترابلسي رغم أن هنالك تسلل على مهاجم بالوزداد اسلام سليماني. ترجع كرة في وسط الميدان للمنتخب الجزائري، بداية الشرارة بدأت من منتخب الجزائر بهذه الكرة الكبيرة لإسلام سليماني اللي عنده سرعة كبيرة مهاجم نادي بالوزداد. لابد لثنائي محور الدفاع أيمن عبد النور وخاصة وليد الهجري الانتباه، كل الانتباه. عبد النور، عبد النور يتدخل بقوة على سوبيان فاغولي لاعب فرنسي الإسباني. نتمناها إصابة سليمة على النجم العربي الجزائري سفيان فيغولي، وبطاقة صفراء، نوع من التهور من أيمن عبد النور لم يكن ثابت في هذا التدخل على نجم فرنسيا الإسباني سفيان فيغولي. إذن أول إنذار في المباراة مشاهدينا الكرام في وجه قلب دفاع تونس الفرنسي أيمن عبد النور. لا نريد الورقات منذ بداية هذه الأوقات لكأس إفريقيا للأمم. أيمن عبد النور اللي حاول الاعتذار لسفيان فيغولي، كرة خطيرة على الدفاع التونسي في توقيت 13 دقيقة لعب. المنتخب الجزائري مشاهدينا الكرام يملك الرأسية الذهبية لكارل مجاني قلب دفاع أجاكسيو الفرنسي لإسلام سليماني اللي كان في اللقطة الأخيرة، وبالتالي وجوب المراقبة الفردية داخل المنطقة بدون رحمة يا حبيبي، بدون رحمة. إذا كرة فؤاد كادير مهاجم أولمبيك مارسيليا بالتنفيذ، خطورة قادمة على نسور قرطاج، معز بن شريفية يوجه الدفاع، صابر خليفة يعود مع كيديولا لاعب الارتكاز، وكرة طويلة والمعز بن شريفية بامتياز يسيطر على منطقته بكل الثقة وبكل الخبرة.
ترجع كرة مرة أخرى لوليد الهجري. ربع ساعة من نار بين الكبار إلى حد الآن في هذا المشوار. لازال حمدي الحرباوي يقوم بالعمليات الإحمائية. يبدو أن عصام جمعة لن يكمل المباراة بداعي الإصابة على مستوى الكاحل الأيسر. إصابة منذ البداية. إن شاء الله هذاك حد البأس. إن شاء الله هذاك حد البأس. كرة لمجدي التراوي. ثنائي وسط الميدان خالد المولي مجدي التراوي. شادي الهمامي بأكثر نزعة هجومية. تعود الكرة خليل شمام متأخر. في وسط الميدان مهدي الحسين عدلان قديورة. التوزيع عفوة من العيفة. فؤاد كدير اللي وزع والرايع بن شريفية. لابد لمدافعين ان يبتعدوا مشاهدينا الكرام عن الهفوات. مش معقول منذ البدايه لابد للعيفة وعبد النور والهجري وخليل شمام التركيز الكلي وعدم السقوط في فخ الهفوات الفرديه. وهذه كرة فنية لمسة يد قبل ذلك ضد سابر خليفة لصالح مهدي مصطفى لاعب الارتكاز اللي في العادة يلعب مدافع أيمن. المدرب وحيد علي لوتزيتش جاء بياسين كاتامورو كمدافع أيمن مدافع ريال سوسيداد ووضع مهدي مصطفى في وسط الميدان. بضرب الفعل مشاهدينا الكرام لن يقدر عصام جمعة على انهاء المباراة. ربما ذرة نافعة مغادرة حتمية لعصام جمعة. وصول لحمدي الحرباوي. هذا هو حوار سعيد بالكلام وعصام جمعة. الهدف التاريخي للمنتخب التونسي يغادر الميدان منذ البداية. ان شاء الله خيرة في غيرة. ان شاء الله حمدي الحرباوي يكون بالفعل المحارب الاول للهجوم التونسي ويستغل كرات المساكني وسابر خليفة. وهذه إصابة أخرى وسط يا ستار. خليل شمام كابتن المنتخب التونسي في التحام. نتمنى سلامات مع ياسين كادامورو مدافع ريال سوسيداد الإسباني. دائما نحل الحنين والحنين يرجع بنا لل 96. الشكر الواعر وصبري جبر الله وفريد جوجين ومنير بقوب وقديده والرحل الله يرحمه الهادي بن رخيصه الى جانب وسط الميدان رياض البوعزيزي قيس الغضبان سفيان الفقيه الزبير بيا عادل السلمي ومهدي بن سليمان والاحتياطيين بن حسن العلوي والاسعد الحنيني في نهائي 96 ضد البافانا. بافانا في جوهانسبورغ. بافانا كبير بكليف باركر المدرب بلوكاس راديبي بارانزي بتينكلير بكومالو بشون بارتلات وموتانغ. اليوم يوم حقيقة أخرى لنصور قرطاج في الأراضي الجنوب أفريقية. الهجمة جزائرية ومرة أخرى مخالفة على سفيان الفيغولي. الحكم جزم بابا بكاري يعطي كرة ثابتة للمنتخب الجزائري. سرعة كبيرة لسفيان فغولي هو الخطر رقم واحد على الدفاع التونسي. خالد المولي يعرقل سفيان الفيغولي ويكسب الجزائر. ضربة مخالفة خطيرة على الدفاع التونسي. اسلام سليماني امام ابن القميص رقم 9 مهاجم بالوزداد في الدوري الجزائري. قام فارعة خطورة كبيرة على مستوى الأقدام. الدفاع التونسي يسير وليد الهجري. كرة يسارية من مهدي الحسين. خلي بالك طبعا معز بن شريفية. الدفاع التونسي وسابر خليفة في مرة أولى كرة ثانية وعملية شلب من القميص واضحة. الحكم قسم بابا بكاري ممتاز جدا في التمركز إلى حد الآن. قريب جدا من موقع العمليات. حكم يطمح أن يكون في مونديال 2014 بالبرازيل. سفيان فاغولي يقوم بالمخالفة على حساب سابر خليفة. وحيد علي لوتزيتش يعرف الأجواء الإفريقية من خلال فوزه مع الرجاء البيضاوي المغربي بكأس رابطة الأبطال الإفريقية سنة 1997. درب المنتخب الإيفواري سابقا. هذه المخالفة اللي يبحث عليها يوسف المساكني. هذه الكرة يا سلام بعد هفوة من سعيد بالكلام. التدخل على حمدي الحرباوي في حواره مع سعيد بالكلام قلب دفاع شبيبة القبيل.
وين هي الكرة؟ واعطينا الصورة من سيكون في التنفيذ بين يوسف المساكني مجدي تراوي وخالد زمولي. لن يكون هنالك رابع. سامي طرابلسي يوجه الجدار الدفاعي للمنتخب الجزائري بخمسة لاعبين. الحارس رئيس بلحي ينتظر الأذرعات. أجواء جماهيرية كبيرة بين تونس والجزائر في مدرجات ملعب الرويال بافوكانغا. جدار دفاعي بخمسة لاعبين. بلال العيفة يملك قوة التسديد، ليس فني ولكنه صاروخي صاروخي صاروخي. هات الكرة، وهذا بلال العيفة يتقدم، وبلال يصاب والدفاع يستميت. جدار الجزائر كان حاير، ولكن في النهاية لم تمر كرة بلال العيفة. وحيد علي لوتزيتش، لا نريد أن نكون مكان المدربين، لا علي لوتزيتش ولا سامي طرابلسي. خليل شمام كابتن المنتخب التونسي، كابتن الترجي كذلك. حمدي الحرباوي يطالب بالتماس. مهاجم لوكيران البلجيكي فاز بكأس بلجيكا، ورقة هجومية كبيرة للمنتخب التونسي إلى جانب صابر خليفة وكذلك عصام جمعة. ضربة مرمى لحارس كريليا سوفيتوف الروسي. رئيس بورحي اللي لم يلعب إلا السبع مباريات منذ 2010 مع منتخب الجزائر، يعني حارس تنقص ربما ما يعبر عنه بالفرنسية الريفليكس، يعني القرار السليم في الوقت المناسب. بحكم عدم لعبه للمباريات الرسمية ضربة مخالفة للمنتخب التونسي لصالح مجدي تراوي. تلعب بسرعة على اليمين بلال العيفة، وتدخل آخر مخالفة لنصر قرطاج. تدخل للشمال مصباح في حواره مع صابر خليفة مهاجم إيفيون الفرنسي. صابر خليفة 26 عام مشاهدينا الكرام، يلعب لإيفيون الفرنسي منذ 2011 6 يناير 44 مباراة مع إيفيون. 11 هدف لصابر خليفة اللي سبق له اللعب لأهلي بنغازي، للنادي الرياضي الحمام نلف، للترجي وللملعب الجيبسي. ترجع كرة لياسين كادامورو يمين دفاع المنتخب الجزائري. الوقت يمر 21 دقيقة لعب، والتعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين. مهدي الأحسان يكسب هذه المخالفة، كابتن الفريق لاعب نادي خيتافي. بعد تدخل من صابر خليفة. هذه الكأس الإفريقية مشاهدينا الكرام المنتظمة في جنوب أفريقيا تعتبر منعرج جديد في تاريخ البطولة، بما أن المرة الأولى منذ 1965 تقام الكأس الإفريقية للأمم في السنوات الفردية، تجنبا للتزامن مع تنظيم نهائيات كأس العالم. جمال مصباح يكسب الركنية، ومحاولة جزائرية في البعل. ممتاز الصابر خليفة في الواجبات الدفاعية. مجدي تراوي في إبعاد الكرة على الدفاعات التونسية، وحمدي الحرباوي يحاول المرور لكن يخسر الحوار بامتياز كارل مجاني ومهدي الأحسان. وفي كرة خطيرة لفؤاد كدير يسدد، والحارس معاذ بجريفيع. مثل هذه الكرات مشاهدينا الكرام والتصديات من معز بن شريفية تعطي كل الثقة لحارس الكرة التونسية للتألق في قادم المواعيد الكروية. أخطر المنتخب الجزائري أيمن عبد النور مع خليل شمام. عبد النور شمام مدافع الترجي بعد الكرة. منتخب تونسي لحد الآن ليس ضارب على المستوى الهجومي. شادي الهمامي، الهمامي ينتقل بالكرة للحمدي الحرباوي. خليل شمام مرة أخرى، كرات قصيرة وأرضية بلغة الأكاديمية للمنتخب التونسي. يوسف المساكني يراقب فيه طبعا ياسين كادامورو مدافع ريال سوسيداد. شادي الهمامي كرة بطويلة، تغطية دفاعية من سعيد بالكرم. الدفع واضح من حمدي الحرباوي اللي سرح شبيبة القبيل، هذا اللاعب سعيد بالكلام. والليلة المباراة لن تكون بالكلام، هي مباراة الأقدام، هي حقيقة الميدان، مباراة مفتاح للنجاح. ويا ويلو من يخسر لأنه سينال كل الجراح. منتخب التونسي سيقابل المنتخب الإيفواري في ثاني مواعيده، وهي من أكثر مباريات المجموعة
منتخب الكوت ديفوار اللي فاز اليوم على منتخب التوغو بهدفين لهدف، وبالتالي حالة انتصار على منتخب تونس في الجولة الثانية تهديه المرور إلى أجمل مشوار. والمنتخب الجزائري سيواجه منتخب التوغو الجريح بخسارة لا يستحقها حقيقة المنتخب التوغو أمام منتخب كوت ديفوار. كاسما لا يترك مبدأ إذا حتى الفرصة لخليل شمام، ترجع المخالفة للمنتخب التونسي. كل منتخب يعني الجزائر وتونس استضافوا كأس إفريقيا للأمم. الجزائر سنة 1990 وفازت بالدورة في الدور النهائي على النيجيريين بهدف للشريف وجاني أمام 100,000 متفرج في ملعب 5 جويلية. والمنتخب التونسي في 2004 في الدور النهائي فاز على أسود الأطلس منتخب المغرب بهدفين لهدف لفرانسيلي دو سانتا سيلفا وزياد الجزيري مقابل هدف ليوسف المختاري من جانب المنتخب المغربي. كرة رائعة اللي مساك ليطلب الكرة، لكن تدخل ناجح لسعيد بالكلام. وضعية هجومية لنسور قرطاج وعكس الهجوم للمنتخب الجزائري، وخالد زمول يحاول، وكرة في ظهر خليل شمام لكن بعيدة الكرة. كرة كانت بعيدة لسفيان فيغولي لاعب فالنسيا الإسباني 23 عام. معز بن شريفية 21 عام متر و 83 سنتيمتر، 3 مرات بطل تونس، عنده كأس رابطة الأبطال الإفريقية 2011، عنده كأس تونس 2011. في 21 عام لا يمكن أن نحكي إلا عن حارس كبير وكبير للكرة التونسية. تدخلات في وسط الميدان، خالد المولي عكسية يستفيد منها المنتخب الجزائري عن طريق عدلان كيدورا على اليمين، ياسين كاتامورو. محاولة خلق التفوق العددي من جانب المنتخب الجزائري، وكرة لفؤاد كادير يرجع للوراء، كيديورا على اليسار، جمال مصباح لاعب الميلان وضيع عليه الكرة. الحوافز المالية مشاهدينا الكرام لهذه الكأس الإفريقية، من سيفوز بكأس إفريقيا للأمم سينال $1,500,000. الوصيف يعني الفريق الذي سيخسر الدور النهائي سيرجع $1,000,000. أصحاب الأدوار نصف النهائية $750,000، أصحاب الفرق أدوار ربع النهائية $600,000، أصحاب المركز الثالث في المجموعات $500,000، وأصحاب المراكز الأخيرة في الأربع مجموعات $400,000 لكل منتخب. من أيام بعيدة للكرة الجزائرية، الألماس كموح دراوي والبقية. لا ننسى من كان يعشق الدهر الشايبي نور الدين ديوا وعتوكا والأسماء التاريخية. هذه هي حلاوة المواجهات الكروية التونسية الجزائرية. كرة ضايعة من الدفاع التونسي لجمال مصباح، 28 عام نادي الميلان. طبعا عصام جمعة التواء على مستوى الركبة يبعد الهدف التاريخي لمنتخب تونس. كرة أخرى بمخالفة للمنتخب الجزائري في توقيت 27 دقيقة العام. لم نشاهد الكثير من الفرص مشاهدينا الكرام، قلت وما زلت أقول قبل ضربة بداية المباراة لن نشاهد الجمالية في الأداء، سنشاهد حسابات تكتيكية عسيرة وصعبة على الفريقين. فؤاد كادير لاعب أولمبيك مارسيليا بكرة ثابتة، التقدم لثنائي محور الدفاع الدولي الجزائري كارل مجاني وسعيد بالكلام. كادير المنتدب الجديد في اولمبيك مارسيليا يوسع التدخل من الدفاع في مرة اولى. يحاول منتخب تونس ان يستغل الكرات الهجومية المعاكسة. صابر خليفة لابد ان يهدأ نوعا ما في متعامله مع اللاعبين وخاصة في حواره مع الحكم كاسما بكاري. لا نريد البطاقات الصفراء حتى لا تحمر في وجه اللاعبين. اسلام سليماني، فؤاد طبعا، وسفيان فغولي. سفيان يوزع، كرة على العارضة، اسلام سليماني والمنتخب التونسي يعاني. قلنا مشاهدينا الكرام منذ بداية المباراة وان ثنائي محور الدفاع ايمن عبد
النور وكذلك وليد الهجري. ليس هنالك التناغم والتجانس وأكثر من نقطة استفهام. ترجع الكرة للمنتخب الجزائري. ياسين كادامورو يلعب لسفيان فيغولي أخطر اللاعبين. هذا هو سفيان لاعب فالنسيا. كادامورو باليسار تدخل أيمن عبد النور. منتخب تونسي بصراحة مشاهدينا الكرام إلى حد الآن في عزلة هجومية واضحة فاضحة، نريدها أن ينتقل إلى مجازفات هجومية مشروعة. فؤاد كادير تدخل من ستمنى بلا العيفة، يضع الكرة في الركنية بلغة النقاط بلغة الملاكمة بلغة الفن النبيل. أفضلية جزائرية حاليا أمام الكتيبة التونسية في انتظار استفاقة نصر قرطاج. هذه ركنية هي الركنية الثانية للمنتخب الجزائري. فؤاد كادير كالعادة لاعب قدير يوسع مرتدة في الدفاع. الكرة الثانية خطيرة، التصويب من جمال مصباح. حمدي الحرباوي بلال العيفة، الطرفين للدفاع التونسي. العيفة على اليمين شمام على اليسار لم نشاهدهم. هذه هجمة لصابر خليفة، لكن صعبة يا صابر، لابد أن تصبر بالكرة شوية. علاش الزربة؟ لماذا العجلة؟ واحدة واحدة والكرة سلامات. نصف ساعة مشاهدينا الكرام، 0-0 بين الجزائر وتونس. هذا جمال مصباح ينتقل للنزعة الهجومية. مصباح ليوسع وعبد النور يضع الكرة في الركنية. طبعا من حقه أن يغضب عبد النور، لأنه المفروض بلال العيفة وليد الهجري يؤمنان الجانب الدفاعي للمنتخب التونسي. لماذا يتطلب الوضع تدخل لأيمن عبد النور؟ الركنية الثالثة للجزائر. الخطورة باللون الأخضر إلى حد الآن. جماهير جزائرية كذلك حاضرة بقوة في مدرجات رستنبرغ. فؤاد كادير رجل الاختصاص في الركنيات. كادير اللي وسع والرأس، والحكم ماذا يقول؟ التماس للمنتخب الأخضر الجزائري. طبعا آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بالمنتخبات العالمية بتاريخ 17 يناير الماضي يؤشر على تصدر الكوت ديفوار كأفضل منتخبات إفريقيا. في المركز الثاني المنتخب الجزائري. المنتخب المالي في المركز الثالث، المنتخب الغاني في المرتبة الرابعة، زامبيا في المركز الخامس، نيجيريا في المركز التاسع، والمنتخب التونسي في المركز العاشر. والهجري يا وليد ان شاء الله بعيد على كل. الحكم كاسما يعطي ضربة مخالفة لقلب دفاع الترجي. نخرج من هذه الوردة الجزائرية إلى حد الآن. ما يسالش، لابد أن نقول وأن المنتخب التونسي ناقص مجازفة، ناقص أكثر نزعة هجومية. وين خليل شمام في الانطلاق على اليسار؟ العيفة مطالب بالتحرر على اليمين مع التحفظ الدفاعي طبعا لكل من عبد النور ولا يجري في التغطية. المساكني إلى حد الآن يلعب دور ثاني. كرة من صابر خليفة بدون عنوان، يستفيد منها الدفاع الجزائري الذي لم يوضع على المحك الى حد الان. طول الكرة الهجري ممتاز في قراءة هذه الكرة الجزائرية. ايمن عبد النور على طول لخليل شمام. خارج المؤلف بجنبه، همزة الوصل والرابط بين الدفاع والهجوم. انطلاقها يوسف لما يتحرك، وهذا يوسف الفنان، وهذه الاقدام للرسام والكرة، لكن بعيدة نسبيا وتسلل. افكار هجومية بصناعة لعب مثالية لنجم الكرة التونسية يوسف المساكني. لما يتحرك المساكني تسكن الخوف والرعب، يسكن الدفاع الجزائري. قرار سليم من كاسما بكاري بابا. الحرباوي على التفتل لدفاع الخط للمنتخب الجزائري. 42 مباراة دولية جمعتنا مع المنتخب الجزائري في التاريخ.
12 انتصار للمنتخب التونسي، 13 فوز للجزائر و17 تعادل. المنتخب التونسي سجل مشاهدينا الكرام 58 هدف في الشباك الجزائرية، عفوا سجل 37 هدف في الشباك الجزائرية، واهتزت شباك تونس 58 مرة. أول مرة تونس والجزائر في نهائيات كأس أفريقيا، لمن ستكون الغلبة والفرحة والنجاح؟ الفريق المقابل جه الجراح، وهذه كرة لحمد الحرباوي، الترويض وما أدراك ما الترويض، يعطيك سنوات ضوء تقدم على الدفاع. يوسف المساكري بدأ يتحرك، 2975 متر هي المسافة المقطوعة من يوسف المساكري، ثلاثة لمسات، مخالفة وحيدة قام بها بمعدل 5.6 كيلومتر للساعة، أرقام محترمة ليوسف إلى حد الآن. كرة لخالد المولي، ممتازة الحرباوي، وسعيد بالكلام، ومع سعيد بالكلام لا كلام ولا سلام، أقوى من الحرباوي في هذه اللقطة. خليل شمام في التوزيع، كرة مرتدة للحرباوي، جمال مصباحي بعد الخطر ترجع عكسية، يوسف المزاكلي، بلال العيفة، الثنائي التونسي لعب مونديال 2007 في كوريا واليابان مع ماهر الكنزاري مدرب السرية الحالي، بجيل ذهبي قوده مصعب ساسي من النجم الساحلي والنور حضرية من النادي الرياضي البنزرتي. صابر خليفة، مخالفة للمنتخب التونسي لصالح الحرباوي، قريبة من الدفاع الجزائري. هذه هي الكرة المثالية، وين وليد الهجري؟ وين الطول الفارع 198؟ وليد الهجري خطير ومثير في الكرات العالية. كارل مجاني مدافع أجاكسيو قام بالعفو أمامنا على حمدي الحرباوي. الهجري وعبد النور، من أجل كل النور للدفاع التونسي في دفاع الجزائر. حمدي الحرباوي، صابر خليفة، الشادي الأمامي في انتظار يسارية خليل شمام. خليل يركز، 25 عام لخليل شمام، شمام اللي يوسع والدفاع يتدخل، صلابة دفاعية كذلك المنتخب الجزائري. رئيس مبلحي الأسمراني حارس المنتخب الجزائري، أكثر المنتخبات الأفريقية تتويجا بهذا اللقب الغالي الأفريقي، منتخب مصر 7 ألقاب، أكثر اللاعبين مشاركات في النهائيات، والمهاجم المصري حسام حسن اللي شارك في 9 بطولات أفريقية، محتما الرقم القياسي السابق للحارس التاريخي للكوت ديفوار ألان غواميني. تعود الكرة لبلال العيفة، 10 دقائق لنهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام. دائما وابدا التعادل السلبي والسلطان حاكم الزمان بين الجزائر وتونس في هذا المكان. راستن بركه، عبد النور، العيفه، تربكه وبلبله في اقدام بلال العيفه، واضح ان هناك نوع من العصبيه بين لاعبي الدفاع، عبد النور الهجري والعيفه. أكيد عديد المعاينات تولها المدرب سامي طرابلسي، هذه كرة خطيرة على الدفاع. تعود الجمال مصباح، العيفة في التصدي، مرتدة لشادي الهمامي، صابر خليفة، تغطية مثالية نموذجية، يفتكها منه كارل مجاني، المدرب بمراقبة صابر خليفة، حمدي الحرباوي، إصابة بالرأس، وما أخطر الإصابات بالرأس. سعيد بالكلام هو اللي بطاقة صفراء، بطاقة صفراء ضد حمدي الحرباوي البديل. إذا مشاهدينا الكرام، الثاني بطاقة صفراء ضد المنتخب التونسي، هذه المرة ضد حمدي الحرباوي بعد أن نالها في المرة الأولى أيمن عبد النور. الوقت يمر مشاهدينا الكرام، والاحداث اكيد امر وامر على المنتخبين على حد السواء، لانه كوت ديفوار اخذ اسبقيه. سفيان فيغولي امام كل دفاع التونسي، والتراوي
أفضل من الركنية وضع الكرة في التماس. ماجدي تراوي اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة التونسية اللي فاز بكأس رابطة الأبطال الإفريقية مرتين مع ناديين مختلفين، النجم الرياضي الساحلي 2007 والترجي الرياضي التونسي 2011. جمال مصباح، كرة مرتدة المهدي الأحسان، تعود لكل المنتخب التونسي بهجوم سريع وخطير، ينتقل صبر خليفة الحربوي وحده في عزلة، صبر يحاول المرور، صبر يرجع لشادي الهمامي، الهمامي بكرة المساكنة لكن بعيدة، ضاعت كل مجهودات صبر خليفة وراحت أدراج الرياح. منتخب تونسي مطالب بالنجاح، مطالب بالعودة وإعادة التمركز الدفاعي في وسط الميدان. كادامورو يخسر الكرة، وليد الهجري، حمدي الحرباوي، ترجع كرة ليوسف المساكني، إصابات بالجملة بين لاعبي المنتخبين. والمهدي الأحسان يقوم بالمخالفة لصالح المنتخب التونسي صابر خليفة. مباراة كبيرة على المستوى البدني بين لاعبي المنتخبين الجزائري والتونسي. مهدي الأحسان واضحة، تدخل غير شرعي على صابر خليفة في حوار الكرة الفرنسية لإيفيون والكرة الإسبانية لخيتافي في ملعب كوليزيوم ألفونسو بيريز. يبقى الكاميروني سامويل إيتو مشاهدينا الكرام أفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس أفريقيا للأمم ب 18 هدف أمام الإيفواري لوران بوكو 14 هدف. ترجع كرة لمجدي تراوي، صابر خليفة تدخل سعيد بالكلام، متابعة من ياسين كادامورو، عودة لحمدي الحرباوي، خليل شمام على يساره، تصل الكرة لكابتن المنتخب التونسي شادي الهمامي في الاستلام، يعود به من جديد اللي خالد المولي، يوسف المساكني تدرج سليم بالكرة من جانب المنتخب التونسي وتضيع الكرة على صابر خليفة، يستفيد منها جمال مصباح، مدافع الميلان يتقدم أمامه كل الدفاع التونسي ويبحث عن المخالفة وياخذها بعد تدخل للدفاع. وكأني بتعليمات المدرب خليل وحيد علي لوتسيتش، محاولة الاستفادة من الكرات الثابتة القريبة من الدفاع التونسي. المشاركة رقم 15 للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس أفريقيا للأمم تقابل على المشاركة رقم 16 للمنتخب التونسي. 4 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، الكرة خطيرة على المعز بن شريفية، فؤاد كدير في التوزيع، فؤاد اللي وسع تدخل ممتاز لأيمن عبد النور، ومهدي الأحسان يصوب وأيمن عبد النور في عكس الهجوم، لابد من السرعة في الهجمة، كرة رائعة لصابر خليفة، الشوارع موجودة في الدفاع الجزائري، والحرباوي يتمركز، وصابر يا صابر يا صابر، وهذه كرة ضاعت الكرة على رسول قرطاج، لم يكن بالنجاح صابر خليفة، فرصة ذهبية للكرة التونسية. شوارع عجيبة وغريبة في الدفاع الجزائري، مهاجم نادي إيفيون يصوب، الحارس رئيس بولحي في التصدي. أبرز فرصة مشاهدينا متابعينا للمنتخب التونسي جات قبل نهاية الوقت الأصلي والطبيعي بلحظات في هذه الأوقات. عبد النور قراءة ممتازة، استفاقة كبيرة للاعب نادي تونس وليد الهجري، الهجري بكرة رأسية للحرباوي، ورائعة شادي الهمامي، لكن لم تمر هذه الكرة. هجري مرة أخرى، برج المراقبة للدفاع التونسي، سفيان فاخور السليماني والخطورة قادمة، فؤاد كدير، التمويه وإمكانية التصويب، والتصويب ولكن تصطدم الكرة بسليماني، تسديدة كديورا، أمامنا كان عدلان كديورا متوسط ميدان نوتنغهام فورست الإنجليزي، والتسلل كذلك كان على سليماني،
ساحب الرأسية على العارضة للمعز بن شريفية. سفيان فيغوري 23 عام لاعب فرنسي الإسباني، 4.5 كيلومترات من الجري من التحركات من أجل تأمين أجمل الأهات للشعب الجزائري. 11 مليون تونسي يدعو، 11 مليون يريدون الأبيض بأجمل لون. كرة سريعة كديورا، أحد ثلاثي الارتكاز للمنتخب الجزائري. سفيان فيغوري يغير بنجاح، صابر خليفة مطالب بالعودة إلى جانب بلال العيفة. التوزيع من مهدي الحسن مرة أولى من وليد الهجري، وكديورا والكرة خطيرة وتخرج بسرعة. الهجوم الخطير والناري لمنتخب تونس. يوسف المساكني، وينو العيفة؟ وينو العيفة؟ صابر موجود لكن العيفة دفاعين لم يأتي هجومين. ترجع من شادي الهمامي، صابر خليفة، تفوق عددي جزائري واضح. خليفة على اليمين لشادي الهمامي بنقطة مهاجم، طبعا صعبة الكرة. الحرباوي مرة أخرى يحتك بسعيد بالكلام، هنالك نقص واضح على مستوى نقطة الجزاء للدفاع الجزائري، ليس هنالك المهاجم رأس الحربة الصريح. هذا الوقت الأصلي والطبيعي مشاهدينا الكرام متابعي هذه القمة النارية الجزائرية التونسية في ملعب روستنبرغ. 0-0، دقيقتان وحيدتان يتمتان بقرار حكم المباراة الغامبي كاسما بابا باكاري. إذا كان الشوط الأول هو شوط اللاعبين، فإن الشوط الثاني شوط اللاعبين وكذلك شوط المدربين. سامي طرابلسي مطالب بتعديل الأوتار قبل فوات المشوار، وحيد دانيل أوتزيتش كذلك في نفس المقام من أجل الانتصار. أول مشاركة للمنتخب التونسي كانت سنة 1962، آخر مشاركة 2012. بطل افريقيا 2004 خسر مرتين المنتخب التونسي الدور النهائي 1965 و1996. الدقيقة الأخيرة مشاهدينا الكرام، طويلة من معز بن شريفية، تدخل لعدلان كديورا وسليماني في عكس الهجوم، يمر أمام عبد النور سليماني وضربة مرمى للمنتخب التونسي. روح قتالية موجودة عند اللاعبين إلى نهاية الدقيقة 90. عبد النور صمام الأمان في دفاع منتخب تونس، محترف نادي تونس، كان من أفضل اللاعبين 2012 في الدوري الفرنسي إلى جانب إيدن هازار المنتقل لتشيلسي لاعب فريق ليل سابقا، كذلك يونس بلاندا لاعب مونبونيي لاعب المنتخب المغربي. نتابع هذه الكرة، وأوليفيي كيرو لاعب مونبولي وأرسنال الإنجليزي حاليا. لن تتأخر صفيرة كاسما بعد نهاية الوقت البديل. كذلك مشاهدينا الكرام، تعود الكرة من جمال مصباح لكارل مجاني على تونس سعيد بالكلام، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم الدولي الغامبي كاسما بابا بكاري على نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. أكيد مشاهدينا الكرام أصل الحكاية وكل الرواية سنواصل التواصل معها عند ضربة بداية الشوط الثاني. أما الإفريقية العربية تونس والجزائر في ملعب روستنبرغ، سنبدأ بالتغيير الأول. مجدي تراوي يغادر وأسامة الدراجي يأتي. الأفكار الهجومية للمدرب سامي طرابلسي يمكن اعتبارها من الآن، وأنه يأتي للنزعة الهجومية لكل من التحق بنا. سنذكر بتشكيلتي الفريقين أو المنتخبين، المنتخب التونسي في حراسة المرمى معز بن شريفية، يمين الدفاع بلال العيفة، على اليسار الكابتن خليل شمام، في محور الدفاع أيمن عبد النور ووليد الهجري، في وسط الميدان خالد المولي، شادي الهمامي، وأسامة الدراجي الذي يأخذ مكان مجدي التراوي. ثم نجد الثلاثي الهجومي يوسف المساكني، صابر خليفة، وحمدي الحرباوي الذي أخذ مكان عصام جمعة للإصابة. المدرب هو سامي طرابلسي بمساعدة فريد بن بلقاسم،
تشكيلة المنتخب الجزائري. حارس المرمى للرايس بلحي، يمين الدفاع ياسين كادامورو، على اليسار جمال مصباح، في وسط الدفاع كارل مجاني وسعيد بالكلام. وسط ميدان المنتخب الجزائري متكون من الثلاثي مهدي مصطفى، مهدي الحسين، وعدلان كديورا. الثلاثي الهجومي صفيان فغولي، فؤاد كدير، وسلام اسلام سليماني. مدرب المنتخب الجزائري البوسني الفرنسي وحيد اليلوتزيتش. حكم المباراة هو الغامبي كاسما بابا باكاري بمساعدة الأريتري أولفا مريم أنجيتام، والنيجيري بيتر إديبي. حكم رابع السنغالي ديانتا بادارا. إذن 45 دقيقة لتعديل الأجواء، لتعديل المشوار، من المدرب سامي ترابلسي، من المدرب الفرنسي البوسني وحيد هاليلوتزيتش. كيف ستكون حقيقة الأقدام وواقع الميدان؟ كرة طويلة من شمال مصباح، تدخل والدفاع لأيمن عبد النور، مرتدة في وسط الميدان. إمكانية الهجمة المرتدة، أكثر التنشيط الهجومي هو اللي خاب على المنتخب التونسي في الشوط الأول. وسام الدراجي يأتي لهذه المهمة لتمويل الثنائي حمدي الحرباوي وصابر خليفة بالكرات الهجومية اللازمة. سعيد بالكلام، كرة على اليمين لياسين كادامورو في وسط الميدان، بعيد على فغولي، بمتابعة من خليل شمام وخالد المولي. سامي ترابلسي والخوف من المباراة الأولى، مباراة النجاح، مباراة الفشل، كيف سيكون الحل؟ حمدي الحرباوي ويوسف المساكني وصابر خليفة في انتظار اللمسات. المساكني ينتقل لليسار، يحاول ان يلعب على يمين دفاع المنتخب الجزائري، وين موجود فيه ياسين كادامورو. هذه هجمة المنتخب التونسي، المساكني والحرباوي يريد ان يكسب مخالفة، دراجي بعيد، وعكس الهجمة لعدلان كديورا من جانب المنتخب الجزائري، لكن يستفيد منها شادي الهمامي اللي عدل التمركز نتاعو، يصبح هو اول وسط ميدان قريب من الدفاع التونسي. حمدي الحرباوي يكسب مخالفة على حساب كارل مجاني. المنتخب التونسي بصراحة مشاهدينا الكرام مطالب بتقديم وجه مغاير لما قدمه في الشوط الأول. ما يمكنش أن يبقى بهذا الخوف الهجومي. خالد المولي يرجع لوليد الهجري، تدرج سليم بالكرة من جانب لاعب المنتخب التونسي. وسام الدراجي، صابر خليفة، لمساك لكرة رائعة، وشادي الهمام يعطي كرة لكن بعيدة على بلال العيفة. كرة زايدة من شادي الهمام باتجاه بلال العيفة. المدرب سامي ترابلسي أكيد أعطى تعليمات واضحة لأطراف الدفاع التونسي. بلال العيفة على اليمين وخليل شمام على اليسار، بالنزعة الهجومية أكثر ما يمكن مع العودة السريعة الدفاعية. ترجع الكرة للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي اللي باش يلعب يوم 26 يناير القادم ضد الكوت ديفوار، وثالث مبارياته في هذه المجموعة الرابعة ضد منتخب توغو يوم 30 يناير. تعود الكرة لسعيد بالكلام، قلب دفاع شبيبة القبائل، كرة باتجاه اسلام سليماني. عبد النور والمخالفة لصالح مدافع تولوز. لا أمان في مثل هذه الكرات وهذه الأوقات. مخالفة في حوار اسلام سليماني مع أيمن عبد النور مهاجم بالوزداد الجزائري. حوارات كبيرة بين المنتخب التونسي، طبعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد الراوراو، إلى جانب حضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو. كرة للدراجة لتمر محترف سيون السويسري. عدلان كديورا لا يتمكن من تجنب التماس.
حاول الارتداد المنتخب، لكن صعبة على الفريقين بصراحة في هذه المشاوير. أكيد الفريق الذي سيفوز بهدف أول في المباراة قد يحسمها في ظل الصعوبات التكتيكية للمنتخبين. أسامة دراجي، دراجي حرباوي، انتظار صعود لبيلال العيفة على اليمين. هذه كرة من مساكني للشادي الأمامي، كل الدفاع الجزائري متمركز كما يجب. المساكني حاول المرور وكرة بعيدة على الحرباوي، دائما اللمسة الأخيرة فيها مشكلة. عتاب لطيف من حمدي الحرباوي ليوسف المساكني. على كل إن شاء الله دائما الكرة الثابتة والكرات المركزة السريعة تأتي أكلة من جانب النسور قرطاج. مخالفة ضد أيمن عبد النور لصالح إسلام سليماني، هذا اللاعب المشاكس مهاجم بن وزداد يقلق كثيرا راحة الثنائي عبد النور ووليد الهجري. الدفع واضح من عبد النور على سليماني. كرة مخالفة للمنتخب الجزائري. أسامة دراجي أمام الحارس معز بن شريفية. التصويب بعيد يسارية من جمل وصباح لكن لم تكن قوية. المدافع الأيسر لميلان الإيطالي مع المدرب ماسيميليانو أليغري. نذكر مشاهدينا الكرام أن المنتخب التونسي ضمن طريق الوصول إلى جنوب أفريقيا بعد أن تعادل ذهابا في سيراليوني بهدفين لهدفين وتعادل سلبيا 0-0 في تونس. أربع مباريات دولية ودية سبقت وصول منتخب تونس إلى جنوب أفريقيا. تونس الجابون 1-1، تونس غانا 4-2 للبلاك ستارز المنتخب الغاني، تونس أثيوبيا 1-1 وانتصار على المنتخب العراقي بهدفين لهدف. يوسف المساكني حاول المرور، الكرة الرائعة للمنتخب التونسي على اليسار، لم تصل الكرة لأسامة الدراجي. ديما هنالك حاجة ناقصة في الهجمة الأخيرة للمنتخب التونسي، اللمسة الدقيقة هي اللي تخون نصر قرطاج. إصابة كذلك لسفيان فيغولي نجم نادي فالنسيا. المشاركة السادسة للمنتخب التونسي، لعب 52 مباراة منتخب تونس في نهائيات كأس إفريقيا للأمم. من 15 مشاركة 17 انتصار 16 هزيمة 19 تعادل. يغيب كذلك على المنتخب الجزائري في هذه المباراة قلب الدفاع الدولي رفيق حليش بعد أن أصيب في مباراة بلاتينيوم الودية. 4-1 المنتخب الجزائري، حليش كان سجل الهدف الأول. تعود الكرة للمنتخب الجزائري. الدفاع التونسي مطالب بالتنظيم أكثر، لا يطمئن بالمرة. هناك بعض الشطحات والهزات بين وليد الهجري وأيمن عبد النور وبلال العيفة بدرجة أقل. خليل شمام، جمال مصباح يناور في وسط الميدان مع أسامة الدراجي ويصطدم بوليد الهجري وتبقى الكرة جزائرية. 10 دقائق منذ بداية الشوط الثاني، المنتخب التونسي يعاني. الدراجي في وضعية دفاعية، تمر الكرة، خليل شمام بعيد، معز بن شريفية في المراقبة. إلى حد هذه اللحظة 55 مشاهدينا الكرام، باستثناء محاولة هجومية واضحة وصريحة
بقيادة صابر خليفة لم نعرف منتخب تونس العادي، المنتخب اللي سيطر تكتيكيا، اللي عنده إمكانيات فنيا، اللي حاضر ذهنيا إلى حد الآن بعيد في هذا الميدان. خالد المولي، ضغط عالي جزائري يقوده عدلان كديورا، حمدي الحربوي يقاتل مع السعيد بالكلام، والحارس رئيس مبالحي. اخر 6 مباريات بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، سجلنا 3 انتصارات للمنتخب الاخضر، الجزائري انتصاران لتونس وتعادل وحيد. وهذه هجمه لجمال مصباح خطير على الدفاع التونسي، وجمال مصباح يصاب، التصويب خطير ورهيب. جمال مصباح افضل خلف لاحسن خلف نادر بن حاج يسار المنتخب الجزائري. خطوره كبيره من خلال هذه الكره المثيره امام الحارس معز بن شريفيه، ياتي من بعيد من بعيد ويسدد، والدفاع التونسي يتفرج. مع التذكير مشاهدينا الكرام وأن المنتخب الجزائري في 13 مباراة افتتاحية في نهائيات كأس افريقيا للأمم ما لم يعرف الانتصار إلا 3 مرات فقط، 10 مباريات بدون انتصار للجزائر في المباراة الافتتاحية. كرة ممتازة لحمدي الحرباوي، دراجي، مساكني، يوسف المساكني يحاول المرور، مساكني ينتظر المساندة، يرجع للوراء لخليل شمام، شمام المفروض انه يطلع يسعد مع اللاعب المساكني بالنزعه الهجوميه. الى متى ويبقى كابتن المنتخب التونسي متحفظ دفاعيا حتى لو كان بتعليمات المدرب سامي الطرابلسي؟ هنالك نوع من الانسيابيه في متابعات الهجمات التونسيه، ضروري وانه خليل شمام ياتي للنزعه الهجوميه. ترجع الكرة في وسط الميدان، عدلان جديورة، لكن هذا الأخير كان سليماني. سعيد بالكلام، عكسية يستفيد منها أسامة الدراجي، وممتازة من الحرباوي الشادي الأمامي اللي ضيع الطريق، يرجع كل المنتخب الجزائري للدفاع. عبد النور، خالد المولي، أطلع بلال العيفة، مازال ينتظر واحدة واحدة في مباراة لا تحتمل الانتظار في ديربي مغاربي نار نار نار. عبد النور يتقدم، عبد النور وصعوبة انتشار اللاعبين التونسيين فوق الميدان الهجري القادمون من بعيد. دراجي، عملية سريعة مع الحرباوي، دراجي الحكم قسما يطلب اللعب، هجوم جزائري معاكس، اسلام سليماني يحاول المرور امام عبد النور والحارس معز بن شريفيه. مشكلة ثنائي محور الدفاع التونسي الهجري وعبد النور في المان تو مان، يعني في الواحد ضد واحد سهل جدا المرور امام عبد النور وكذلك امام وليد الهجري، ان كان سفيان فغولي او كذلك اسلام سليماني. دفاع تونسي يعاني، كرة للمساكني، شادي الهمامي، بلال العيفة في وسط الميدان، خالد المولي، صابر خليفة، شادي الهمامي، حمدي الحرباوي تسرع السعيب، خليل شمام غير جاهز للانطلاقة الهجومية. وحيد دليل تزيدش يطلب الانترفال، يعني يطلب ما يلعب في ظهر المدافعين، في ظهر عبد النور على اليسار والهجري على اليمين. في هذه الاثناء امامنا ياسين كادامورو مدافع ريال سوسيداد الاسباني. يوسف المساكني يخسر الكرة، اكبس روحك يا يوسف، ترجع كرة من مهدي الاحسان لكادير، فؤاد كادير، هجمة جزائرية منظمة، فؤاد كادير يراوغ، فؤاد كادير يصوب ويجري في التصدي. إمكانيات هجومية جزائرية تقابلها استماتة دفاعية للمنتخب التونسي. فؤاد
محمد كادير جمال مصباح مخالفة ضد لاعب مارسيليا لصالح بلال العيفة. بلال العيفة 22 عام قلنا 21 مباراة دولية مع المنتخب التونسي لولد ريانا من الجيل الذهبي لمنتخب الأصغر كما قلنا إلى جانب مصعب ساسي نور حضرية ويوسف المساكني. جماهير جنوب أفريقية بالفوفوزيلا جماهير عربية كذلك جزائرية وتونسية في مدرجات ملعب البافوكانغ في راستنبرغ. نصف ساعة لنهاية هذه القمة المغاربية تمخض الجبل فورد فأرا مستوى متوسط لا أكثر ولا غير. نبقى على العطش نبقى بدون أماني ممكنة لجمالية الأداء. سفيان فيغولي في وسط الميدان أمامه أربع لاعبين توزين وانطلاقة كان في طلب الكرة إسلام سليماني والفلتة لم تكن ناجحة أمام وليد الهجري. يعود خليل شمام حمدي الحرباوي قوة دفاعية كبيرة للسعيد بالكلام ترجع حمدي عايد من التسلل واضح الأعياء على خليل شمام. شمام اللي كان عانى الإصابة منذ مدة وبقي بعيد عن الملاعب عاد مع معسكرات المنتخب التونسي. خليل شمام لما يكون جاهز 100% كان يكون مشكلة كبيرة على الدفاع الجزائري. يقوم الآن بواجب دفاعي لكن بعيد في الهجوم. عبد النور كرة عكسية شادي الهمامي يسول ويجول في وسط الميدان خات أمنه باتجاه صبر خليفة تفوق للجمال مصباح عكسية جزائرية. دراجي يفتك الكرة والحكم يعطيه مخالفة. أسامة الدراجي اللي أصبح يملك الكثير من اللياقة البدنية والجاهزية منذ انتقاله لسيون السويسري. إصابة لفؤاد كثير في حواره مع أسامة الدراجي. مجموعة رابعة مشاهدينا الكرام نذكر أنه فاز في بداية المباراة وافتتاح المجموعة الرابعة منتخب كوت ديفوار على منتخب توغو بهدفين لهدف يوسف المساكني بمجهود يذكر فيشكر. يعطي كرة لصبر خليفة لكن كارل ميتجاني بكل برودة الدم الإنجليزية يعطي الأمان للدفاعات الجزائرية. أكثر التحركات على الأطراف جمال مصباح قيمة ثابتة كبيرة مساندة هجومية متواصلة يطالب بالورقة الصفراء لا يتجاوب معه الحكم الجامبي قسما بابا بكاري. حواره كان مع حمدي الحرباوي واللي ذكروا أنه حمدي الحرباوي مشاهدينا الكرام عنده في رصيده انذار وهذه كرة خطيرة على الدفاع التونسي. فؤاد كادير اللي وزع في القائم الثاني وخليل شمام يا سلام يا سلام على خليل شمام ثقة كبيرة لكابتن المنتخب التونسي. ذلك الشبل من ذلك الأسد عبد السلام شمام اليساري الذهبي في السبعينات للكرة التونسية يأتي الآن الابن خليل شمام بذات اليسار لكن فارق كبير بصراحة على مستوى الفنيات لصالح الولد عبد السلام الشمام. جمال مصباح فؤاد كادير تغطية من وليد الهجري بعيد عن حمدي الحرباوي. أفضلية جزائرية أكيد لكنها غير مخيفة غير مفزعة بالمرة. سيطرة عقيمة في وسط الميدان يعني المنتخب التونسي بصراحة نقول على المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري إذا كان ما يفوزش الليلة على المنتخب التونسي صعب جدا أنه يفوز عليه في مناسبة أخرى في قادم المواعيد لأن المنتخب التونسي إلى حد الآن ليس في أفضل حالاته يكتفي بالصمود الدفاعي مقابل الاعتماد على هجمات معاكسة قد تأتي بالجديد.
فؤاد كادير في المخالفة، جمال مصباح يطالب ثنائي محور الدفاع، سعيد بالكلام وكان المجاني بالتقدم لاستغلال الكرات الهوائية. شوف عملية الجلب واضحة من فؤاد كادير على بلال العيفة، كرة مخالفة، كرة في نقطة الجزاء، تدخل أول من شادي الأمامي، مرتدة من سعيد بالكلام بعيد على سفيان فيغوري، يتنفس الدفاع التونسي السعداء. أكيد كل عشاق الكرة كانوا يمنون النفس بأداء ممتاز للمنتخبين، لكن النجاح الهجومي غير موجود. خليل الجمع أسامة دراجي يكسب المخالفة منذ بداية الشوط الثاني. الدراجي أعطى حيوية كبيرة، نشاط وديناميكية في منطقة المناورات وسط الميدان. ترجع الكرة لأيمن عبد النور، خالد المولي، سامر خليفة يعود لوليد الهجري، المولي عبد النور. كل اللاعبين الجزائريين في الدفاع، 10 لاعبين امام الحارس رايس بولحي، هاي الصورة تؤكد ذلك، ولا لاعب في منطقة الدفاع التونسي. الضغط يقوده مهدي الحسين، بلال العيفة، وكرة بركنية لحمدي الحرباوي، منتخب تونسي مغناطيسي، كرة رأسية ممتازة من بلال العيفة، متابعة هجومية لحمدي الحرباوي، وتألق للرئيس بلحي في الحراسة الجزائرية. كاد أن يفعل المنتخب التونسي في هذه الأوقات مشاهدينا الكرام. خليل شمام يسارية إلى الأمام، الركنية الأولى للمنتخب التونسي. سعيد بالكلام في حواره مع وليد الهجري، خليل يوزع، والحارس الممتاز رئيس بلحي يسترجع المنتخب التونسي الاستفاقة الآن. كارل مجاني لعبد النور بدون متابعة هجومية، عدلان كيديورا يشتكي نوعا ما بعض الاوجاع، 7 كيلومترات و200 متر الى حد الان للاعب الارتكاز عدلان كيديورا متوسط ميدان نوتنغهام فورست الانجليزي. ياسين كادامورا، كادامورا يغير على اليسار لجمال مصباح، مهدي مصطفى لاعب الارتكاز اللي اعطاه الكره الاخيره، وهجمه سريعه للمنتخب الجزائري، مصباح اللي يوزع، الكره خرجت قبل ان تصل لسفيان فيغولي، ضربه مرمى للمنتخب التونسي. اكيد الضربه الموجعه كذلك المنتخب التونسي بعدم الاعتماد على فاتح الغربي بعد الإصابة والقرار للطبيب محسن الطرابلسي بانعدام الإمكانية للاعتماد على فتح الغربي. يسار دفاع المنتخب التونسي، صابر خليفة ضاع في الزحام، وكرة اختيرها المنتخب الجزائري، وعدلان كديورا، اي 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 اي، تصويبة صاروخية لعدلان كديورا. قوي جدا هذا اللاعب لنوتنغهام فورست، مرت على بضع مليمترات من الحارس معز بن شريفيع. لم يبقى للمدرب السامي طرابلسي الا تغيير واحد بعد حمدي الحرباوي واسامه الدراجي، قد يكون ربما زهير الذوادي. علي لوتزيتش والتعليمات للاعب فالنسيا الاسباني سفيان فيغولي،
اللي كان مغمور في الدوري الفرنسي وشمس النهار طلعت عليه في فالنسيا في ملعب المستايا. يعود من جديد خالد المولي بامتياز، هذا الجندي للخفاء في وسط الميدان الدفاع التونسي. خالد المولي شادي الهمامي وعلي سعر، كرة ممتازة لكن عدم الجاهزية. يا خليل، يا شمام، لو كنت في العادة متاع الفورمة البدنية اللي عندك كنت تأتينا بأحلى الأمان الممكنة. ترجع كرة مرة أخرى، ياسين كادامورو، أسامة الدراجي يخلق الضغط العالي. الشمام عليه أن يعود بسرعة للدفاع، وهذا هجوم خطير للمنتخب الجزائري. مهدي الحسين على اليسار لفؤاد كادير مع بلال العيفع. فؤاد كادير، كادير لجمال مصباح اللي وزع، والدفاع وصابر خليفة في عكس الهجوم. ورقة صفراء، وهذه ورقة صفراء لا غبار عليها قادمة. جمال مصباح ورقة صفراء ضد مدافع الميلان بانطلاقة كبيرة اللي صابر خليفة. ممتاز صابر في الانطلاقة، نسق عالمي لصابر خليفة، حاضر بدنيا رغم ابتعاده في هذا الموسم في وقت من الأوقات بعد أن خضع للجراحة. سامي طرابلسي يعاين، يدون، منتخب جزائري قادم على التغييرات. كرة سريعة في وسط الميدان لمهدي الأحسن، هجوم خطير، هجوم خطير ومثير للمنتخب الجزائري. ويمن عبد النور والحكم، طبعا هنالك مخالفة لصالح أيمن عبد النور في الانطلاقة. لو يعطينا المخرج الصورة وحيدة لنوتزيتش والتمويه هات سنرجع للصورة أكيد. صابر خليفة، خالد المولي، صعوبة إيجاد المساندة. يوسف المساكني، هل يكون المنتخب التونسي غدار في هذا المشوار؟ جمال مصباح، متابعة هجومية من إسلام سليماني مع وليد الهجري. يا هجري، يا هجري، أفضل الحلول بمبدأ السلامة يا وليد. نقترب مشاهدينا متابعينا من الربع الساعة الأخير هذه العملية. هنالك عملية دفع باليد اليسرى للسفيان في غول على أيمن عبد النور. وحيد لوتزيتش لم يشاهد إلا المقطع الأخير من الفيلم. خروج لياسين كادامورو، دخول الهلال السوداني. شوف يعني المدرب البوسني أخرج مدافع أيمن وأدخل مهاجم سوداني. مهدي مصطفى ينتقل يلعب مدافع أيمن في مكان الذي خرج ولم يعد كادامورو. دراجي، صابر خليفة، أفضل التونسيين فوق الميدان. خليفة الحرباوي والمساكني ذهب وترك الكرة للوراء. هجوم عكس جزائري بدأت تشتعل النيران واحدة بواحدة، العين بالعين والبادي أظلم. سفيان فيغولي، فيغولي، مهدي الأحسن، كرة إسبانية خطة في فالنسيا. مهدي الأحسن وفيغولي، عبد النور في التغطية على خليل شمام اللي ترجع له الكرة. يوسف المساكني، أسامة دراجي، دراجي على يمينه صابر خليفة، يخير المرور عبر المساكني. كرة ممتازة دراجي، وهذا عند العرباوي ويمشي دراجي والعرباوي. جول، جول، لا 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 يا حرباوي، لا، غير معقول.
ومش مقبول. شيحت ناريقنا غير معقول ومش مقبول. الحرباوي باليسار ذاع ذاع أجمل مشوار. والله حرام والله حرام حرام، هذه الكرة اليسارية لا تعود بالمرة يا حرباوي. شوف الأفوا من سعيد بالكلام وكارل مجاني، والحرباوي بعد مجهود كبير من وسام الدراجي يضيع الأسبقية التونسية في الملاعب جنوب أفريقيا. يا 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 يا، ماذا يمكن أن نقول في هذا الوضع المرير في هذا المسير؟ ربع ساعة في الانتظار بكل الظنون بكل الشكوك والخوف، مشوار مفزع. هل هنالك نهاية تراجيدية؟ هل هنالك نهاية على الطريقة السينمائية؟ هدف غدار في نهاية المشوار. ترجع الكرة لكارل مجاني، كدير على اليسار، هذا هو السوداني في موقع متسلل، سوداني في موقع بالراية، مدرجات روستنبرغ بدأت بالاشتعال. المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري برغبة الغدار، برغبة الضربة القاضية، بحضور الفوفوزيلا والبراعم التونسية والجزائرية. واو، أمامنا الحلاق، طبعا الحلاق الشهير إلى جانب رضا كذلك البدين. وهذه كورة وعفوا من عبد النور، ويعود خالد المولي. قد تلعب المباراة مشاهدينا الكرام على هفوات فردية تقديرية، على هجمات فردية وإنجازات نجومية، لكن صعب أن تكون على مستوى هجمات مركزة. خليل شمام، شمام كرة إلى الأمام، الحرباوي المتخلف، هنالك دفع ضد الحرباوي لصالح مهدي مصطفى اللي انتقل كمدافع أيمن بعد خروج كادامورو ووصول سوداني. وضعية هجومية جزائرية، فؤاد كادير أمام كل اللاعبين التونسيين. السعود لمهدي مصطفى، كان بعيد عنه، أو أمامنا مهدي مصطفى، 29 عام لمدافع أجاكسيو بالدوري الفرنسي. سفيان فيغوني 8 كيلومترات و366 متر إلى حد الآن لنجم فرنسيا. حوار منطقة المناورات يبقى لصالح عبد النور حاليا. خالد المولي، دراجي، يا سلام دراجي، تبقى الكرة لشادي، شادي الأمامي، دراجي، صابر خليفة يتحرك والحرباوي يطلب الكرة. روح رياضية كبيرة بين مهدي مصطفى وصابر خليفة. جمال مصباح ينطلق ولكن الحكم لا يعطي مخالفة، يطلب اللاعب، هناك تمويه من لاعب الميلان، تعود لأسامة دراجي، يرتفع عن سقف الإيقاع حاليا مشاهدينا الكرام. دراجي، يوسف المساكني بعيد عن اللياقة البدنية اللازمة ليوسف المساكني، خدعوا طبعا وخانوا النسق، النسق الدولي طبعا وليد الهجري بلا العيفة. العيفة يحافظ على كورتو، دراجي، كرة قصيرة وأرضية للكتيبة التونسية، دراجي، دراجي يمر، هجوم خطير للمنتخب التونسي، الدراجي، الدراجي، والدراجي، الكل يبحث عن المخالفات. وضيعوا علينا اجمل الاهات، سامي ترابلسي على طريقه جيوفاني تراباتوني يطلب انتباه اللاعبين. المخالفه واضحه من كارل مجاني اللي عنده بطاقه صفراء في حساباته في عداده. يطول الليل ويأتي الويل على الفريق الذي سيخسر في هذه المباراة. الهجري تسلل على إسلام سليماني، الحكمان المساعدان الأول آريتيري ما
أوجبا مريم أنجزام والثاني نيجيري بيتر إديبي. منتخب تونس مشاهدينا الكرام ربما المدرب سامي طرابلسي إصابة واضحة لعدلان بينما سامي طرابلسي يطلب حضور يوسف المساكني شهاب بالخيرية أكيد لا نريد أن نكون مكان هذا الرجل السائر على دواليب المنتخب التونسي منذ بداية المشوار إن كان في المعسكرات الداخلية أو الخارجية. رجل المهمات الصعبة سامي طرابلسي تجنب الخسارة وتعمل مرارة أكيد لما لا يأتي الانتصار عن جدارة لما لا تأتي الشرارة التونسية. صابر خليفة صابر يا صابر الجماهير التونسية بالمايسترو الحلاق ورضا هذا هو أمامنا البدين على طريقة تارزون الجماهير العاشقة للنجمة والهلال يريدون هذه الليلة على العال كرة لعبد النور تسلل ضد سوداني وضد سليماني أيمن عبد النور عليه توخي الحذر عنده إنذار في رصيده سبعة دقائق لنهاية المباراة مشاهدينا الكرام الديربي المغاربي لم يبح بكامل أسراره ربما مازال نتابع في وسط الميدان وهذه كرة سريعة لشاهد الهمامي الهمامي دراجي تحرك يا أسامة دراجي مساكني يرجع للشادي ويخسرها الهمامي يعطي فرصة كبيرة للمنتخب الجزائري خمسة ضد خمسة سوداني مع العيفة سوداني ومع العيفة وتمر الكرة على إسلام سليماني العفوة ميزانها ذهب للمنتخب اللي سجل الهدف أمامنا سعيد بالكلام قلب الدفاع للشبيبة القبائل الجزائرية جماهير الجزائر في مدرجات روستنبرغ إذن فخر الدين بن يوسف وخالد لموشيع تغييرات من الجزائر وتونس الحرباوي يغادر وفخر الدين بن يوسف يأتي بديل البديل طبعا الحرباوي يغادر بدوره ويأتي مهاجم النادي راضي صفاقسي فخر الدين بن يوسف أسامة الدراجي يستوفي المنتخب التونسي تغييراته بتواجد الثلاثي الحرباوي اللي غادر في طبعا أخذ مكان عصام جمعة أسامة الدراجي اللي أخذ مكان مجدي تراوي وفخر الدين بن يوسف ثالث الوافدين بعد خروج لحمدي الحرباوي في انتظار وصول لخالد لاموشيا لاعب النادي الافريقي الدولي الجزائري السوداني يخسر الكرة لجمال مصباح كرة باتجاه سليماني وسوداني ويصوب ويا سلام على عبد النور اذا يعطي الاذن الحكم كاسماني خالد لاموشيا بالوصول مكان المصاب عدلان كاديورا الخمسة دقائق الأخيرة هل تكون مثيرة مشاهدينا الكرام كرة سريعة والتوزيع يا ميمتي القلوب التونسية بالخوف 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 يسارية مهدي الحسن وعبد النور لكن وراه على طول كان فؤاد كادير قلنا مفزعة مرعبة هذه النهاية وقد تكون دراماتيكية قد تكون تراجيدية ضعاف القلب نقول لهم باي باي ارحلوا
لأنه كل شيء ممكن مع نهاية المباراة. ترجع الكرة لخليل شمع. دراجي والمساكني في طلب الكرة. دراجي بالتغطية المثالية يمر ويكسب ضربة مخالفة بتدخل لمهدي مصطفى. هل يستغل المنتخب التونسي الكرات الهوائية؟ وإن الهواء في الهواء والصبر أحسن دواء. جماهير تونس وهذه تصويبة من مساكني. وين العيفة وين؟ مخالفة النصر خرداجة. تدخل غير شرع للسوداني على بلال العيفة. أطلع يا هجري برا أطلع. أطلع ومناها ربي. الهجري وعبد النور. إلى جانب فخر الدين بن يوسف. بكرة لليساري خليل شمام. هل يفعلها المنتخب التونسي بهذا الزمان؟ ويكون أحلى زمان في أحلى مكان. أسامة دراجي يلعب مليح كذلك بالرأس. وين الرأس الذهبية؟ شمام بالغدارة اليسارية. المساكني يتقدم خليل شمام. ضاعت الكرة يا شمام. ضربة مرمى للمنتخب الجزائري مشاهدينا الكرام. الديربي المغاربي خرج بيد فارغة والأخرى لا شيء فيها. على مستوى الأهداف صدارة مبدئية للكوت ديفوار بثلاث نقاط. نقطة للمنتخب التونسي ونقطة للمنتخب الجزائري ولا نقطة لمنتخب توغو. سوداني يكسب المخالفة. أوقات محيرة يا ناس. أوقات صعبة يا ناس. كرة للسوداني. سليماني في نقطة الجزاء. وعبد النور برج المراقبة للدفاع. عملاق الدفاع التونسي. نتابع هذه الركنية للأخضر الجزائري. شادي الأمامي في مراقبة للسوداني. التقدم للعملاق المدافع بالقلم. فؤاد كدير حذاري كل الحذر. دراجي بدون أن يراقب أي لاعب. لابد لأسامة أن يلصق أي لاعب جزائري. شوف الدراجي يراقب في سفيان فغوري اللي خارج المنطقة. بالشريفية بالأمان. كرة طويلة. التدخل بالرأس والكرة الثانية الخطيرة. ويوزع في القائم الثاني. وضربة مرمى للمنتخب التونسي. الدقيقة الأخيرة مشاهدينا متابعينا في قمة مباريات المجموعة الرابعة في جولة الافتتاحية. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس في جنوب أفريقيا في مدينة روستنبرغ على أرضية ملعب رويال بافوكانغ. أكيد المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري إذا كان يحبوا يمشيوا بعيد لازم يغيروا في المواعيد، يغيروا في الأداء العنيد. يوسف المساكني. دراجي. دراجي قاتل على كورته. شادي الهمامي ومساكني. ومساكني ناوق وسام لمساكني. جول في الشباك حتى له. في الشباك حتى له. ما خطرتش على باله. ما خطرتش على باله. من البداية وفي النهاية التونسي المساكني يكتب أجمل حكاية، أحلى رواية. يا سلام يا سلام على المساكني الفنان مع بن شريفية المغوار، مع المساكني الفنان. تونس
تونس يا ناس، تونس يا بلادي، يا تراب أجدادي وأجدادي، تونسنا عزتنا فرحتنا، هدف عالمي من العالم يوسف المزاكلي، التوانسة همة وشتارة، رجولية وقلايب ومهارة، وين 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 يا مزاكلي هذه الكرة وين؟ في الزاوية التسعين، لا مزاكلي مدمر الحراس، هو القناص، هو مرعب المدافعين والحراس، يوسف المزاكلي منه الجزائر تعاني، يعطي لتونس أجمل الأهاني، يا سلام يا سلام، النجمة والهلال يا بن شريفية، عال العال، شابوها الرجال، فرحونا أجيال وأجيال، كل القدرات، كامل المهارات، يوسف المزاكلي رائع العالمي التونسي. هدف من ذهب يا مشاهدينا الكرام، كرة تونس غالية، كرة تونس رائعة، كرة تونس عالية، احكي له عليها يا مساكني الكرة الغدارة واللي فيها. هذا هو منتخب تونس بأقدام ذهبية لنجم الكرة التونسية يوسف المزاكلي، يفرح 11 مليون عن حب تونس ما تسألنيش، ومع النجمة والهلال ما تحكيش، وهذه كرة في المتابعة وحذاري في الدفاع. الله عليك يا تونسي، الله عليك يا مزاكلي، مقامك كبير يا تونسي، الله عليك، وقدرك عالي في العلالي يا مساكني يا كبير، فرحت الشعب الغالي. تخيلوا اليوم في هذه الأوقات تونس من بنزرت التطاوين البنكردان المدنين لكل أرجاء الخضرة المزيانة، كيف يعيشوا هذه الذكريات؟ كرة تونسية نارية في المحافل الإفريقية، أقدام للمساكني ذهبية تسترجع الذكريات الوردية، يا سلام يا سلام على الخضرة، يا سلام. هات فنونك، هات أبيض اللون لأجمل صورة، يوسف المزاكلي الرهيب، يوسف العجيب. إذا مشاهدينا الكرام، انتهى الوقت البديل، ستنطلق الأفراح والآهات والتفاعلات، والحكم كالسماء سيعطي في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام ل 11 مليون تونسي، نقول مليون مبروك لسامي ترابلسي، لكل الإدارة الفني، 3 نقاط ذهبية، وأكيد وعنو انتصار للنجمة التونسية، وهارد لاك كذلك للشعب الجزائري وللمنتخب الأخضر الجزائري. أجمل تحياتي مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في المواعيد القادمة للكرة عبر الجزيرة الرياضية.